السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد على قناتي. اليوم جيت نشارك معكم وصفه تاع غراتان اقتصادي وبنين بنين بنين بالبزاف، ساهل ماهل شيرات، ما فيهش مكونات بزاف كما بتكون فيه البطاطا والفرماج. وانتي خدمتي غراتان لوليداتك رايحين يهبلوا عليه. دونك في هذا الغراتان شعلنا الشيرات، هنا راني نقلي في البطاطا كما راكم تشوفوا قطعتها دي بتي دي ولا مكعبات. هنا عندي حبه تاع البصل كنت قطعتها غير هكا بالخدمي، ما رحيتها ما والو، راني نقلي فيها في شويه تاع الزيت. فوالا دونك البطاطا تاعنا تنقلى، وانتم على حساب العائله تاعكم. انا درت هنا تقريبا كيلو ونص تاع بطاطا، كيلو ورطل كيما نقولوا. هنا بعد ما تبان لي البصل تاعي نجيب زوج سنينات تاع الثوم نرابوهم. الا ما تبغيش الثوم بزاف ديري غير سنه واحده، واذا ما عندكش الثوم خضر ديري الثوم بودره. نزيد نقلي شويه هذاك الثوم مع البصل. دونك هنا باغي نبريبارو اون صوص، اون صوص اللي رافقوها مع يعني ندخلوها في وسط الكغاتان تاعنا. دوك تشوفوا كيفاش راح نديروا لها. النار راهي متوسطه، راني نقلي في البصل تاعي. هنايا عندي لا طوماط بولي، هذه تجي جاهزه في العلب، طوماطيس تاع الحبه وهما يعني مطيبينها هكا في العلب، تجي طريه. فوالا تجي بها بلا صوص تاعها. راح ندير كاع هاد العلبه تاع 500 غرام. نتوما الا ما عندكمش ديروا الطوماطيس الطازجه تاعنا حنا، هذيك البيو عادي اللي نشروها من عند الخضار. رابيها، ديري عينك يا ميزانك 3 حبات كبار ولا رابيهم في لاغاب ولا طحنيهم وديريهم مع البصل تاعك. هنا راح ندير شويه تاع انا الحرور ما عنديش شيره، درت شويه قزبر يابس، الحرور كان كمل لي. نتوما ديروا الحرور، ديروا نص حبه تاع مرق دجاج اللي هو هذا جومبو، يعطينا بنه تاني كي تاع اللحم. دونك الكغاتان تاعنا يبان لك طايب باللحم، هو طايب غير بنص حبه تاع جومبو. تنجمي تستغني عليها، انا خطرات نديرها بلا جومبو تجي الكغاتان يجي هايل، يجي بنين بالبزاف. راهم بزاف خواتاتي اللي يعجبهم الوصفات الاقتصاديه، دونك راني نحاول مره على مره نحط لكم وصفه اقتصاديه. كما خطره اللي فاتت درنا لاكيش هذيك اقتصاديه، واليوم غراتان اقتصادي ما فيه لا لحوم لا والو. كما راكم تشوفوا درت شويه تاع الماء في هذاك القوطي تاع الطوماطيس، ودرت هنايا شويه تاع حبه تاع السكر عفوا، ودرت شويه تاع الملح، ما كتروش الملح لخاطرش انا دايرين الجومبو كما تعرفوا الجومبو فيه الملح. ودرنا ورقه تاع رند، الا تبغي تزيدي المعدنوس، انا ولادي ما يبغوش بزاف هذوك المعدنوس قزبر كما راك مقطع. ماذا بك الا عندك معدنوس ولا قزبر زيدي قطعي مع هاد لاصوص وخليها تطيب مره مره هكا حركي. ونروحوا هنايا باش ندريسو دروك البلا تاعنا تاع الكغاتان. جبت هذا البلا اللي باغي ندير فيه الكغاتان، درت فيه شويه تاع الدهان. نتوما ديروا له شويه زيت ولا ما ديروش كاع، باسكو البطاطا فيها الزيت. ندير نصف الكميه تاع البطاطا نفرشها هكا في البلا، نجيبوا هذيك لاصوص تاعنا بعد ما طابت فوالا، نزيدو نفرشوها في الوسط. تنجموا في لاصوص تاعكم تاني في التالي ديروا رشه تاع كمونه، دونك نجموا ديروا رشه تاع كمون في لاصوص تاعكم، تجي بنينه بالبزاف. مداري نديرها كيما هكا بصح البطاطا ما نقليهاش، مداري ندير البطاطا مفوره مع حبه بصل تاني تجي بنينه بصح بالبطاطا مقليه جات بنينه بالبزاف. كيما تعرفوا الدراري يبغوا بزاف البطاطا مقليه. كيما قلت لكم درت فرشه تاع بطاطا مقليه، درت فوقها كاع هذيك لاصوص، درت فوقها تاني شويه فرماج غابي، وزدت غطيتها بفرشه تاني ولا طبقه من البطاطا المقليه. فوالا بعد ما درت البطاطا تاعي المقليه دروك شنو ندير، روح نبريباري اون اباغاي اللي كيما يقولوا اون اباغاي تاع الكيش اللي هي لا كريم فريش. هنا تاني الشيرات نعطيكم تدبيره، الا ما عندكمش لا كريم فريش سهله تروحي تبريباري لا صوص بيشاميل ولا صلصه البيشاميل. زوج مغارف دهان، زوج مغارف فارينه، تحمصيهم بعد تبدا تزيدي في الحليب، خفيها شويه ما ديرهاش ثقيله عاقده كي الفلون، ولا خفيها باش تكون لك سائله فوق السطح تاع الكغاتان تاعك. دونك الا ما عندكش لا كريم فريش الصراحه بلا كريم فريش يجي بنين بالبزاف. الا ما عندكش سهله مهله بريباري له وتكم لا كريم بيشاميل ولا لاصوص بيشاميل. دونك هنا كنت درت لو بتي هذاك بو تاع جو كوا شيته من الدي ولا من ليدل، لو بو تاع لا كريم فريش، وبين نزيد ثاني هاد لابريك اللي جايه ليكيد بيناتهم واحد النص يوطرو يعني 500 مليلتر. وانتم على حساب البلا اللي عندكم، الا عندك بلا صغير تعرفي عينك هي ميزانك شحال ديري. دونك درت هذيك القابصه، هذيك القابصه فيها 190 مليليتر تاع لا كريم فريش، وهذه فيها 200 مليليتر اللي هي 20 سنتيلتر. غادي ندير فوقها زوج حبات تاع البيض. دونك هاد لاباغي ولا هاد لو ليكيد اللي رايحين نسقوا به الكغاتان تاعنا، شويه برك تاع الملح. هنا ندير لي زيبيستون دوري هادوك اللي قلت لكم يجوا مع الدجاج وكاع يجوا بنان، وندير تاني شويه تاع الثوم بودره.
ثم ديروا الحرور وديروا الثوم الى عندكم، ولا غير الحرور وحده يكفي. رايحه نضرب هنا الخليط تاعي بعد ما درنا لا كريم فريز وجوج حبات بيض. ديروا نتوما شويه حرور، انا قلت لكم ما عنديش، كمل لي درت لي زيبيس طوندوري في بلاصته ودرت شويه تاع الثوم غبره. روحوا فرغوا الخليط هذا اللي درناه فوق السطح تاع الكراتان تاعنا، من بعد بواسطه المغرف نولوا هكا نحاولوا كيفاش هذاك لو ليكيد يهود لنا حتى لتحت، يعني باش البطاطا تاعنا كاع تشمخ الفوقانيه والتحتانيه. نصنع لها كندير حفرات ومن بعد نسقم حتى في لوطور تاع البلاط تاعنا، حتى في الحواشي كيما نقولوا في الجوانب تاني نحاولوا كيفاش ندخلوا هذيك لا كريم فريش نخلوها تسيل تهود لنا حتى للقاع حتى لتحت. فوالا بعد ما شمخت لي كاع البطاطا دروك نروحو نديرو لو فخوماج. عندي هنا فخوماج تاع المربعات هذا تاع الساندويتشات، وعندي تاني فخوماج غابي ايمونتال. الاولى راح ندير رشه تاع فخوماج غابي ايمونتال، هذه اختياري، لا عندكم ديرو ما عندكمش ديرو غير الفرماج تاع الحبه. صراحه هذا الكراتان ساهل ماهل اقتصادي غير بالفرماج والبطاطا، وديري كراتان شنقول لكم بنين بنين بالبزاف. صراحه كاع الدار عجبها، ولادي عجبهم، راجلي عجبه، راهو بنين وسهل وما يشدش كاع في اليد. غير ديري البطاطا تاعك تنقلها برك على جهه ومن بعد تدريسيها بالخف توجد. فوالا عندي هادو اربعه حبات تاع الفرماج درتهم من الفوق هكا في السطح، والفرن تاعي راه مسخن على درجه حراره 200، درته من الفوق ومن التحت بالخف، غير ينشف بعدا ويتحمر لك شويه طفي عليه، ما راحش يشد لك بزاف. يا ربي واحد 15 دقيقه في الفور. هنا بعد ما طاب لي الكراتان تاعنا رايحه نقسم مورسو نوري لكم كيفاش يطيب. يجي حاكم روحه كيما راكم تشوفوا، تقطعوه بالقطاعه هذه تاع حنا كيما نقولوا تاع قلب اللوز ولا تاع الشاميه ولا، ويجي بنين مع الهريسه الشيرات شنقول لكم. ان شاء الله برك تجربوه ورايحين تعرفوا البنه اللي نقول لكم عليها. دونك هذا هو الكراتان تاعنا اقتصادي غير بالبطاطا والفرماج. كما قلت لكم الا ما تبغوش البطاطا مقليه، انا كنت نديرها بزاف بالبطاطا مفوره. نقطع البطاطا تاعي نديرها في الكسكاس، نزيد نقطع معها حبه تاع البصل، ندير لهم شويه ملح شويه حرور ونخلطهم، ونغطي الكسكاس تاعي بالبلع ونخلي البطاطا تطيب. يا ربي 10 دقائق بالخف تطيب لكم. تفور في الكسكاس وديروا نفس المراحل، صوف البطاطا كما قلت لكم تكون مغليه. كنت يعني اكثريه نديرها بالبطاطا مغليه، بصح كي درتها لهم بالبطاطا مقليه جاهم بنين بنين بالبزاف. دونك هذا هو شهيتكم في الجنه خواتاتي، داك الفرماج راهو سايح عليه، والبنه ما نحكيكمش مع شويه هريسه وسيرتو لا كانت كسرات عم طلع ولا كسرات على الدار. شان نقول لكم شيرات بنه روعه روعه، ان شاء الله تجربوه شيرات ويعجبكم، اكيد راح يعجبكم ويعجب وليداتكم. فوالا كانت هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ومازلنا ان شاء الله في سلسله على الوصفات الاقتصاديه. دعموني الشيرات مسحقه الدعم تاعكم، كيما راكم تشوفوا المشاهده راهي مهوده بزاف. ماذا بكم تبارطاجوني مع لافامي ومع الاحباب في الفيسبوك، وديروا لي هذاك الجام، كاين بزاف اللي تدخل تفرج وتنسى باش دير لي هذيك البصمه اللي تحت الفيديو، ديري لي البصمه هكا باش الفيديو تاعي ينشاف اكثر واكثر، ونزيد ان شاء الله نعطيكم ونمد لكم الوصفات اللي نعرفها نشاركها مع خواتاتي. نقول لكم تبقاو على خير تهلاو في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.